أهلا بحضراتكم مرة تانية. أحمد، كنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على سؤال، هل في مباراة ريال مدريد والمان سيتي كان عامل حسم البطولة ليه أثر طبعا إيجابي على ريال مدريد وسلبي على المان سيتي؟ من الناحية الذهنية يا كابتن أنا متفق جدا مع الرأي ده، لأنه لما بغض النظر عن الحالة البدنية كانت مانشستر سيتي حاضر جدا بدنيا ولعب، وأندية الدوري الإنجليزي البيج فور بيبقوا حاليا هم الأقوى بالنسبة لي فنيا وبدنيا في أوروبا كلها، بس بالذات ليفربول ومانشستر سيتي يعني اللي فرق فعلا وواضح أنه الأهدى هو ريال مدريد، الأكثر هدوءا في أوروبا هو ريال مدريد، اللي لعبته فعلا حاسة بالهدوء الشديد وهي بتتعرض لموقف صعب هم ريال مدريد، فده ينعكس في قرارات متوترة بتلاقيها من لعيبة مثلا مانشستر سيتي، ممكن القرار دوت يتاخد بس يعني لعيب من بتوع مانشستر سيتي مثلا، القرار بتاع مودريتش اللي بوش الرجل الخارجي لرودريجو جويس ده ما يبقاش سهل في الدقيقة دي من الماتش، الدقيقة 82 83 هتبص تلاقي الأولوية ان انا اجري بالكورة واضمنها واستنى حد يطلع واستنى، لا لعيب ريال مدريد حاليا لانه حاسم البطولة بدري، ده شق. الشق الثاني المهم عشان هو عنده مدرب اسمه كارلو انشيلوتي. ما كنت لسه اسالك برضو يا احمد، الهدوء ده نابع من شخصيه المدرب؟ في اختلاف، وانا كنت قبل الفاصل بتكلم معاك قلت لي انشيلوتي اتغير 180 درجه في عمليه الهدوء، في هدوء واضح على شخصيه انشيلوتي بينعكس، وده انعكس على الليجا الاسبانيه بشكل كبير جدا وفاز بيها باسابيع يعني قبل نهايه البطوله باسابيع. في المقارنة الناحية التانية تحس ان جارديولا متوتر الى حد كبير، هدوء انشيلوتي وتوتر جارديولا كمان كان ليه عامل في هذه النتيجة؟ يمكن التسعين دقيقة دول ما كانش ليه عامل بيتهيألي، بس عموما لعيب مانشستر سيتي لعيب الدوري الانجليزي متأثر بالمنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي، يعني ده شيء محسوم، والحاله المتوتره اللي دايما في مؤتمرات صاخبه ودايما كلوب بيرد على جوارديولا وجوارديولا بيرد على فلان وفلان بيرد على، عكس انشيلوتي اللي بينبذ اي تصادم من اول الموسم حتى مع لعيبه بره الدوري الاسباني، يعني في لعيب في الدوري الاسباني كاسانو مثلا، انطونيو كاسانو طلع انتقد فكره حظ ريال مدريد، قال خلاص ماشي براحتك، الصيغه دي في التعامل والصيغه دي ما كانتش عند انشيلوتي، وكنت بكلم حضرتك في الفاصل عن ان تجربه بايرن ميونخ فرقت جدا مع لما اصطدم باللعيبه الكبيره هناك وخسر كل حاجه، حتى الريت بتاعه في الانديه اللي كان اللي بقى بيتحرك فيها قل كتير بعد فتره بايرن ميونخ، اعتقد انه انشيلوتي من اكتسب خبرات كتيره انعكست على هدوء قرارات لعيبه زي بنزيما زي مودريتش زي كروز زي كازيميرو، انعكست انه بقى عنده وقت يطور لعيبه زي رودريكو وفينيسيوس جونيور بيلعبوا مواسمهم الاولى يمكن على المستوى الاوروبي الكبير دوت كلاعيبه اساسيه، وواحد زي رودريجو بيفرض شخصيه كبيره جدا في سن صغيره. كامافينجا طبعا اللاعب الفرنسي الرائع كمان ظهر بشكل بالزبط. اكتر من رائع، يمكن كان في الفترات الاخيره ما بيظهرش لكن ظهر بمستوى اكتر من رائع، واضح ان انشيلوتي شخصيته اثرت على الفريق بشكل كبير، لان بعض الناس بتتكلم ان فريق متوسط اعماره عالي جدا وبيحقق هذه النجاحات، اكيد المدرب ليه دور، وكمان على مستوى هكلمك فيه على مستوى بعض المقولات المعروفه ان طبعا الاموال ممكن تصنع فريق قوي ولكن لا تصنع فريق بطولات على مستوى البطوله، فكمان هنا طبعا معدلنا شاطرين جدا عاملين مقارنه ماليه ما بين ريال مدريد والمان سيتي لو نعرضها وكمان وتناقش معاها، لان انت ايه رايك اولا في المقوله ديت، يعني هل فعلا ان وده منعكس كمان على بي اس جي على سبيل المثال ان في اموال كتيره جدا جدا بتتصرف ولكن تبقى شخصيه البطل هي اللي تبقى للنهايه وفي الخطوط الاخيره الامطار الاخيره هي اللي بتحسم يعني البطوله لصالح الخبرات ولصالح شخصيه البطل؟ انا بتفق جدا 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 مع المقوله دي، الاموال ضروريه طبعا في الكوره بس هي لا تصنع فعلا ابطال، والدليل على كده هو ريال مدريد تحديدا، يعني ريال مدريد خد من وقته ومن فلوسه كتير جدا عشان يصنع جيل الجالاكتيكوس الشهير مثلا، جيل الجالاكتيكوس ما عملوش اي حاجه، ما خدش حتى بطوله ليجا، يعني اللي هو جيل الجالاكتيكوس اللي اتكون في 2004 2005 الجالاكتيكوس الكبير بقى بمايكل اوين بديفيد بيكام براؤول، خد الليجا مره من ريال سوسيداد بهديه من ريال سوسيداد، وبعد كده اخفق اخفاقات كبيره جدا، ووقت ما صفى اللعيبه الكبيره ديت عرف ياخد لقب الليجا تاني في 2008. بص الارقام احمد قدامنا لكن يا طبعا قدام الساده المشاهدين، لكن في رقم استوقفني جدا، الانفاق على الصفقات، الانفاق على الصفقات ريال مدريد 31 مليون يورو، في المقابل المان سيتي 134,500,000، ده يعني على فرق كبير جدا جدا، اكتر من اربع اضعاف، وعلى العكس طبعا الريال بيتفوق، يعني شايف كمان
المقوله اللي بتقول ان بيب جارديولا دايما ولسه يعني بعض التقارير قالت يمكن الفتره الاخيره طالب مليار يورو او مليار باوند للموسم الجديد. شايف ده ازاي؟ هل المدير الفني محتاج فعلا كل الاموال دي عشان ياخد بطوله؟ الفرق يا كابتن ده في كله في جريليتش، كله في لعيب الميت وده لسخريه القدر زي ما بيقولوا اللي هو اسجل اللعيب اللي كان مصاب بانتقادات محل انتقادات كتيره جدا في الماتش نفسه بتاع ريال مدريد قدام ريال مدريد بالكره المهدره اللي اهدرها، كان ممكن يحطها احسن من كده، والكره اللي اختطفت منه في وتسببت في الهدف الثاني اللي ودى ريال مدريد اكسترا تايم. ريال مدريد كمان عرف يعني انه فلورنتينو بيريز بعد ما ادار النادي بشتى الطرق اقتصاديا وخد وقت تجربه كبيره جدا في اجيال كتيره جدا من اجيال ريال مدريد على مدار اكتر من 20 سنه في النادي، هو وصل لانه النادي يعني طبعا ده حصل بفرض الكورونا بفرض ظرف الكورونا، ولكن لما بدا في لعيبه صغيره فعلا بوتنشال تطلع في ريال مدريد وبقى بالنسبه لريال مدريد هي المهرب الاقتصادي حتى زي اشرف حكيمي وقت ما النادي اتزنق باعه بمقابل كبير جدا لانتر ميلان، وقت ما بقى في ترويج للعيبه زي رودريجو وفينيسيوس واستقدامهم من امريكا الجنوبيه وريني خيسوس ريني خيسوس اللي راح بروسيا دورتموند وتم الترويج برضه بيه واستفادته ماليا، ريال مدريد لقى المعادله اللي فعلا تدي له الاثنين. وده هيستمر على كده يا احمد؟ يعني هل تستمر هذه الامور الاعتماد على الاولاد الاكاديميه زي ما بيقولوا على لا طبعا هو بيطمح لصفقه ثقيله، هو بيطمح لصفقه ثقيله هي مبابي، ومبابي هيجي باقل التكاليف بالنسبه لريال مدريد لان هو خلاص يعني هو اللي بيحصل ده شبه اتفاق انه انا لازم اكمل في باريس سان جيرمان عشان ما تكسروش عقد، بس هتدوني راتب كبير جدا، ودي بالنسبه لريال مدريد معادله مرضيه جدا مع رحيل جاريث بيل اللي هو اعلى راتب دلوقتي في في في, في الفريق، لما هيمشي جاريث بيل هيبقى القطعه اللي مكانه هي مبابي، بس مبابي لعيب صغير شاب واعد نجم كبير جايب تطلعات كبيره وبامال كبيره ما اخفقش في اي تجربه، ممكن ما اخفقش في اي ماتش احنا شفناه ماتش حتى صحيح. 90 دقيقه يعني مش لعيب بتاع اخفاقات، لعيب الريسك فيه قليل جدا، فامبابي هيكون القطعه فعلا اللي تضيف لريال مدريد العنصر اللي ناقص بالنسبه له ده، واعتقد ان دي السياسه اللي هينتهج ريال مدريد لانه ريال مدريد مش بصدد بناء جالاكتيكوس جديد لانه حتى اقتصاديا هو مش قادر مش هيقدر بالشكل طبعا. ده ولكن لما كمان بتبني على جالاكتيكوس صغير كده في الناشئين يعني هو نقل الجالاكتيكوس من فوق لتحت شويه في الناشئين، فانت لو تبص لجيل ريال مدريد الصغير انت عندك جيل واعد جدا بفكره جديده على ريال مدريد، افكار جديده على ريال مدريد، يعني عندك ميليتاو ألابا طبعا كبير شويه في السن بس يدي 3 4 سنين قدام كمان. في خط النص فالفيردي وكامافينجا باللي بيحصل مع داني سيبايوس بيرجع اخر 9 ماتشات لعب 8 منهم دخل التشكيله في 8 ماتشات دخل للملعب في 8 ماتشات من اخر 9 ماتشات، فاللي بيحصل مع تدوير اللاعبين مع وجود خامات زي ماركو اسينسيو مع وجود رودريجو جويس في الهجوم مع وجود فينيسيوس جونيور لو جاب امبابي الفرقه هتبقى شابه، كل ده يسقله بنزيما في السنه او السنتين اللي فاضل له، ده منطق بناء مشروع جديد على ريال مدريد لانه ريال مدريد ما بناش مشاريع بالشكل ده في حاضرنا او في الوقت متابعتنا احنا لكره القدم، كان دايما بيعتمد على الوفاء الاسباني الاسباني الاوفياء صحيح. ومدعمين بثلاث اربع نجوم كبيره من بره اسبانيا، فده اللي جديد على ريال مدريد. بالنسبه لمانشستر سيتي وقصه بيب جوارديولا فهو الراجل على صعيد الاهداف الكبيره المدى يا كابتن الراجل نجح في كل شيء الا شيء واحد بس هو التتويج بدوري ابطال اوروبا، هو وصل لكل مراحل.